وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب والباحث السياسي محمد العمامي. مساء الخير سيد محمد. قد يكون ربط المتناقضات السياسية لتحقيق الطموح غير المشروع هو عنوان المشروع السياسي الذي انطلق به نظام الحمدين وما زال يسير على خطاه الابن تميم. برأيكم إلى أين يأخذ هذا المسار الدوحة اليوم؟ مساء الخير يا سيدتي. الحقيقة دعينا ننظر الأمور من زاوية أخرى. أنا لا أتحدث عن هؤلاء الذين يدعون الإسلام سواء كانوا إخوان أو غيره، هذه شيء آخر. وأيضا لا غرابة أن نرى أن هناك تناقض في سلوك وفي إجراءات وفي قناعات السيد حمد وحكومته. لأن الأمر بات واضحا، العالم الآن يسعى، أو بمعنى آخر العالم الغربي الآن من بعد أحداث نيويورك يسعى إلى زعزعة وإنهاء هذا الكيان الإسلامي العربي الممتد. وتقديمه بطريقة أخرى، وبالتالي هم مجرد أدوات لتحقيق هذا العمل. فهو كما قلتم يمول الجماعة السنية وأيضا يمد يده إلى إيران، وهذا ما تريده أو ما يريده الغرب الإمبريالي من خلق هذا الصراع الذي كان وما زال ولم ينتهي، باعتبار أنه فكرين متناقضين لم يتفقا حتى الآن على هذه الأجهزة. وبالتالي فهو هو يعمل، هو مهمته خلق هذه الزعزعة، وليست تفريط يده أو إيجاد أمر يخرجه من هذه الجريمة البشعة التي يتولاها. إنه أداة مثله مثل إسرائيل. نعم سيد. إسرائيل تبحث على بقائها وهو يبحث على خراب الأمة. نعم سيد محمد. نعم. تطرقتم إلى نقطة مهمة جدا وهو استغلال الإسلام في بدايات حديثك بالتطرق إلى أبرز الجماعات التي ترسم سياسة الدوحة التخريبية اليوم، هم جماعة الإخوان المسلمين. ما خطورة وجود من يستغل الإسلام كدين سمح في تحقيق مصالح سياسية لبث الفرقة بين أبناء الشعوب الواحدة؟ يا سيدتي، سلاح الدين في أي مجتمع كان وفي أي زمن كان هو سلاح صعب ومدمر. نعم. نحن لن نخرج من أزمتنا، أزمة دعينا نقول ثورات الربيع العربي مثلا، إلا باجتناب الفكر الديني. نعم. الدين لله وال 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 والوطن للمجتمع المدني، هكذا يسير الحال. أما إن استمرنا في هذه التجاذبات ما بين سني وشيعي، إخواني، مقاتل، تطرف إسلامي، لن نخرج من هذه الأزمة. نعم سيد محمد، ولكن النظام في قطر يلعب على هذا الوتر. جماعة الإخوان المسلمين لها بالإسلام من شيء، ولكنها تلعب على هذا الوتر. نعم، الوتر واضح، لا يحتاج إلى تفسير كثير. نعم. الإخوان المسلمين السنيون موجودون في قطر ويمد يده طوال الوقت إلى إيران، بل ويدعم في إيران على نحو ما عبر الكثير من الجهات. يده طالت ما يحدث الآن في اليمن. الحوثيين هم ذراعه هناك وهم سنيون، وفي الوقت نفسه كما ترين الإسلام أخوان المسلمين موجودين محميون ويتصرفون من هناك وفق ما يريدون. وهذا هو الأمر، الجانبان المتصارعان تحت عباءته. نعم. بمعنى ذلك أنه هو الأداء الذي تمول هذه المصائب التي وجدنا أنفسنا نعانيها في كل الأقطار الإسلامية والعربية بصفة عامة. نعم سيد محمد، نتطرق إلى دور قناة الجزيرة وهي قناة النظام القطري والدور الذي لعبته، وقد كنا قد عرضنا قبل قليل إحدى فبركاتها الإعلامية. بدوركم إلى أي حد اعتمد النظام القطري على هذه القناة في نشر أفكارها؟ لقد كانت مثل ما نعلم جميعا فعالة جدا، وكنا من بعد البي بي سي نستمع إلى قناة الجزيرة في بدايتها، ولكنها مؤخرا لم يعد أحد يفتح أو يتابعها أو يسمع ما تقول. نعم. لقد بان للناس جميعا
الدور القذر الذي لعبته سواء كان في ليبيا أو في مصر أو في سوريا، في كل الأماكن التي قامت فيها هذه الثورات. لم تعد أداة فعالة باعتبار أن أمرها بات واضحا. كان لليبيين قناة ليبيا الأحرار بداية ثورتهم وكانوا يتابعونها. الآن باتت أنها تخدم الإخوان المسلمين، وبالتالي لا أحد يتابعها في ليبيا باعتبار أنها بانت مداركها وماذا تريد وماذا تفعل. نعم. لا أعتقد أن الجزيرة لها أي شأن إعلامي كان. نعم، من القاهرة الكاتب والباحث السياسي محمد العمامي، شكرا جزيلا لك.